النهارده بقى الحلقه اللي كلكم كنتوا مستنيينها، طلبتوها كتير ساعه ما عملنا حلقه الكنافه. بعد ما عملنا حلقه الكنافه وناس كتير الحمد لله وبفضل الله عملت صواني الكنافه ونجحت معاها وكانت مبسوطه بيها جدا جدا. في المقابل بقى طلبتوا القطايف، مش عملت لنا الكنافه، اعمل لنا بقى القطايف في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا. النهارده بامر الله هنعمل مع بعض حلقه قطايف كامله، هنعمل القطايف من الالف لليه. ومش بس كده، الشربات بتاعها هنظبطه ازاي، وكمان عاملينها حادق وعاملينها حلو، عاملين لها حشوه باللحمه المفرومه تحفه تعجبكم جدا، يمكن احلى من السمبوسك وبتاع مطعم السنين، وخصوصا بالعجينه اللي هنعملها النهارده. وطبعا عاملين حشوه الحلو بالسوداني والزبيب وجوزة الهند على طريقه ست الحبايب بالظبط. دي حلقتنا النهارده، اوعي الحلقه تفوتك، مهمه جدا وهنطلع منها اسرار وتكات مهمه جدا جدا بامر الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. بسم الله. الكومنتات ابتدت تجاوبوا اه، بس القلوب الحمراء لازم تظهر لي اهي. ايوه كده، ايوه كده، الله ينور. صباح الفل وصباح السعاده على كل حبايبنا على اللايف اللي بيكتبوا الكلام الحلو ده، الله ينور عليكم. يلا يا جماعه انا عايزه القلوب تزلزل الفيسبوك. يلا نقول مقادير عجينه القطايف. العجينه البيتي المظبوطه بامر الله جدا جدا. عجينتنا عباره عن كوبايتين ميه، ميه عاديه بدرجه حراره المطبخ عاديه جدا، ولا دافيه ولا ساقعه، ماشي. كوبايتين دقيق، وعندي معلقتين كبار سكر، معلقتين كبار سميد، سميد البسبوسه اللي بيجي سايب من عند العطار من غير اي اضافات، وكمان عندنا معلقه كبيره نشا، عندنا معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره خميره، ورشه ملح. ونقول كمان مقادير عجينه القطايف. كوبايتين دقيق وكوبايتين ميه، ميه بدرجه حراره المطبخ، معلقتين كبار سكر، وكمان عندي معلقتين كبار دقيق سميد اللي هو بتاع البسبوسه السايب جايباه من عند العطار، معلقه كبيره نشا، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره خميره، ورشه ملح. الحشوات بتاعتنا، اول حشوه معايا هتكون الحشوه الحادقه. عندي لحمه مفرومه متعصجه بالبصل وعليها ملح وفلفل ورشه قرفه، وهضيف عليها بقدونس فرماه بالسكينه، فلفل الوان، وزيتون برده فرماه بالسكينه، وموتزاريلا. تقدري تشيلي وتحطي في الحشوه دي على حسب اللي موجود في الثلاجه عندك، مفيش اي مشكله خالص. دي اول حشوه. الحشوه الثانيه حشوه الحلو، عباره عن زبيب وجوز الهند وشويه سوداني. عايزه انت تضيفي من عندك شويه مكسرات، عين جمل، لوز، براحتك. انا حاطه النهارده سوداني الحلويات وزبيب وجوز الهند، وهنحط رشه سكر وهنحط فانيليا. ممكن يا استاذ احمد ننزل المقادير بتاعه الحشوه، الحادق والحلو. والشربات بقى بتاع القطايف، متعودين كلمه شربات تقيل يعني السكر ده في الميه، يعني كوبايتين سكر هيبقى عليهم كوبايه ميه وعصره نص ليمونه وفانيليا. ده كده الشربات ممتاز 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 للقطايف. دي كده الحشوات بتاعتنا مع العجينه مع الشربات. ويلا بينا بقى ايه نبدا الشغل بقى بامر الله. اول حاجه هعملها واول خطوه هشتغل فيها بامر الله الشربات، لانه لازم يكون بارد، فانا هعمل الشربات الاول واسيبه يبرد تماما. بسم الله. اظن بقى احنا عرفنا الشربات بيتعمل ازاي وفهمنا الدنيا زي ما عملنا كده في حلقه الكنافه، فالنهارده ان شاء الله شغلنا في الشربات سهل وبسيط جدا. بصي يا ست الحبايب، ادي كوبايتين سكر وادي الفانيليا والليمون، وهجيب على طول الميه جنبي. كوبايتين سكر هياخدوا على طول كوبايه ميه، يغلي في الاول خالص على درجه حراره عاليه، وبعد كده هروح موطيه درجه الحراره للوسط واسيبه يغلي لمده 8 دقائق على نار متوسطه مع السكر والميه كده على طول. نص ليمونه فريش كده زي ما هي اهي، واروح عصراها كده بالشكل ده، واسيب كده القشره كمان معاها. الفانيليا دي هتبقى اخر حاجه بعد ما الشربات يغلي، علشان ريحه الفانيليا تفضل فيه في الشربات زي ما هي. لو حطيتيها من الاول اول حاجه هتمرر، تاني حاجه على ما الشربات يخلص هتكون ريحتها راحت. انا مبسوطه جدا النهارده والله يا جماعه.
قولوا لي حبايبنا على اللايف بيقولوا ايه. يلا خلي حبايبنا هما اللي يفتحوا نفسنا النهارده. كده هسيب الشربات زي ما اتفقنا على درجة حرارة عالية. برافو عليكم كل اللي بيجاوبوا دلوقتي صح، برافو عليكم. فين تليفونات حبايبنا؟ بصوا بقى كده يا جماعة هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا نعمل العجينة بتاعت القطايف مع بعض خطوة خطوة. انا هعاير كل حاجة معاكم وقدامكم عشان تشتغلي زي ما انا هشتغل بالظبط كده. ده مج شاي العادي اللي في كل بيوتنا، في كل بيوتنا اي مج شاي موجود عندك اهو العادي اهو، ده اللي هعاير بيه كل حاجة، والمعلقة الكبيرة والمعلقة الصغيرة. بصوا يا جماعة اهي ادي سلاحي النهاردة، ادي السلاح معلقة كبيرة ومعلقة صغيرة ومج الشاي بس، مش عايزين اكتر من كده. اول حاجة هعملها بسم الله هعاير كوبايتين مية بمج الشاي العادي جدا اهم، هنخليهم كوبايتين وربع ادي كده كوبايتين. بسم الله لك يا ابني انت وقعت ولا ايه؟ وادي كمان ايه ربع كده ماشي، يبقى هنخليهم كوبايتين وربع ميه. هنضيف عليهم ايه بقى؟ بالمعلقه الكبيره اهو، معلقه كبيره مليانه هرميه نشا في الخلاط اهو ماشي. وهنضيف كمان معلقتين كبار سكر بسم الله كده، وهنضيف كمان معلقتين كبار من سميد البسبوسة من عند العطار. ننزل المقادير تاني يا استاذ احمد واحنا شغالين كده، يلا بينا. مالك بس؟ ماشي. وادي رشة ملح، رشة بسيطة كده. وبعد كده عندي بقى بالمعلقة الصغيرة هاخد معلقة صغيرة خميرة اهي، وهاخد معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة خميرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر اهي على الشاشة، وكوبايتين مية، كوبايتين دقيق لسه ما عيرناش الدقيق، وعندي معلقتين كبار سكر، ومعلقة صغيرة خميرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وعندي معلقة كبيرة نشا ورشة ملح. ادي كده المقادير قدامكم اهي بالظبط. نشيل بقى كل اللي فاضي معانا ده. حاضر. بصوا ادي كوباية، اول كوباية دقيق اهي عايرتها اهي معاكم. حلو كده بالمج برضو بتاع الشاي. يلا بينا بسم الله جوه الخلاط. يلا كوباية تانية. زبيب لونه اتغير؟ لا طبعا، اي حاجة في الدنيا من السنة اللي فاتت وبتسألي؟ لا طبعا، اي حاجة في الاكل والشرب لونها اتغير، اللون ده بالذات بيدل على انها اتأكسدت من الهواء. لا مفيش داعي، هتلاقيه كمان طعمه زرنخ معانا. بصوا ادي الكوباية التانية اهي ماشي. يلا رودينا بتسال على اللايف بتقول ينفع العجينه من غير دقيق السميد؟ ينفع، هيبقى بدل معلقه كبيره نشا تبقى ثلاث معالق كبار نشا. يعني انا حاطه معلقه كبيره نشا وقصادها معلقتين كبار سميد، ما عندكيش سميد استغني عنه شيليه، وبدل معلقه كبيره نشا تبقى ثلاث معالق كبار نشا. خلاص كده الشربات بيغلي اهو، وعايزين نشوف بقى تفاصيل الجمال ده. الشربات غلي فايه اللي حصل؟ السكر داب. ده كده دلوقتي على درجة حرارة عالية. أول ما أوصل للمرحلة دي هروح مطية النار. حلو كده؟ وأدي كده السكر داب تمام وزي الفل. هنا بقى أروح جاية حاطة الفانيليا وأنا مطمنة. بس. بجد والله. أم معاذ كاتبة دلوقتي يا جماعة على اللايف كلام حلو قوي، تقول دمست الفول وزوجها اول ما داق الفول قال لها ده احلى طبق فول انا دقته. الف هنا وشفا ليكم جميعا. وبجد انا فرحانه جدا انه قالك كلمه حلوه، يا رب يكون قالك. تسلم ايديكي. الفيشه بتاعه الخلاط انا وقعتها. بصي بقى بحضر جنبي كده سباتولا سيليكون، لان الدقيق هيطلع كده بره على جانب الخلاط، فهنقعد ننزل الدقيق شويه بشويه. ناخد بقى دلوقتي مقاديرنا الحلوه دي بسم الله، وهنضربها في الخلاط. بعد ما وطيت النار على الشربات كده هتعدي بالظبط دلوقتي 8 دقايق وهو
بصوا بقى كده تخصص تفاصيل. ادي كده يا جماعه ما شاء الله العجينه نازله من الخلاط ناعمه جدا. بصوا شايفين الجمال والحلاوه، بصوا عامله ازاي اهي، وشايفين الفقاعات اللي فيها دي، وهي لسه اصلا ما خمرتش، هي مش هتخمر كتير، انا بسيبها مش تخمر، بسيبها تريح ربع ساعه، ممكن من 10 دقائق لربع ساعه. لو سبتيها اكتر من كده ولقيتيها خمرت بنقعد نضرب فيها زي ما هوريكم دلوقتي، تقعدي تضربي فيها كده تضيعي التخمير منها. نجيب بقى ايه، تعالوا لي بقى للسر عشان نعرف نعمل قطايف مظبوطه وننزلها في الطاسه مظبوطه. هجيب ازازه ميه واحط فيها قمع كده، وهنزل بالخليط في ازازه الميه بسم الله بالشكل ده. افتكروا بقى معايا ذكريات الازازه دي يا جماعه. بصي كده ادي الازازه بتاعتنا اهي، فيها العجينه اهي، والغطا بتاع الازازه فتحته فتحه كده، ممكن تفتحيه كده بسكينه، ممكن هي سكينه اميز حاجه، بس اهم حاجه لما تيجي تفتحي الغطا بوز السكينه تزقيه من جوه من هنا، يعني خلي الحروف بتاعه الفتحه تبقى لبره، لو خليتيها لجوه هتعكس في العجينه وهي نازله. ما هي معلش يا استاذ احمد هنتعب مع بعض شويه النهارده للاسف، يعني معلش اهو بنحاول حروف الفتحه تزقيها على بره علشان العجينه وهي نازله الحروف تبقى على بره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هغطيها بقى كده وهسيبها في الازازه نفسها زي ما قلت لك من 10 دقائق لربع ساعه. مش بتخمر لكن لازم تريح مطرح الضرب. وبعد كده لو انت مثلا بتعملي اي حاجه ونسيتيها اكتر من كده ولقيتيها خمرت اكتر من اللازم مفيش اي مشكله خالص، هنعمل ايه ساعتها؟ نمسك الازازه نرجها نضيع التخمير الزياده منها، مش عايزين نخمرها جامد، عايزه قوامها يفضل زي ما انا عاملاه كده القوام ده، بس شويه كده ايه دخل جواها الهواء عن طريق الخميره مش اكتر من كده. دلوقتي بقى ايه رايكم نطلع فاصل ونرجع نعمل الحشوات تكون استريحت شويه وادت كده شويه تخميره بسيطه كده نبتدي نقليها مع بعض.